لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أف أم. أخبار الرياضة على الحياة أف أم. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية في لايف سبورت. أعلن حارس المرمى الثاني لاتحاد بنجردين صابر بن صلاح قيامه بفسخ العقد اللي يربطه مع اتحاد بنجردين بالتراضي، وكان أكد تلقيه لعدة عروض قاعد يدرس فيها حاليا مع وكيل أعماله. اتعاقد فريق أولمبيك سيدي بوزيد مع المدرب وليد الشتوي لقيادة الفريق الموسم المقبل. خلينا نذكر أن سيدي بوزيد عاد في نهاية الموسم الماضي إلى بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. في أخبار الملعب التونسي، فإنه انتهت الآجال القانونية لتقديم ملفات الترشح لرئاسة النادي اليوم، وسجلت الكتابة العامة للفريق قائمة واحدة يرأسها محمد محجوب. وخلينا نذكر أنه من المفترض تنعقد الجلسة العامة الانتخابية للبقلوة يوم 22 جويلية 2022. أعلن مهاجم مستقبل رجيش أنيس خضر عبر صفحته على الفيسبوك مغادرة النادي، وكان لعب خضر سابقا مع ترجي جرجيس، جمعية جربة، جريدة توزر، أولمبيك الكيف ونادي كرة القدم بالحمامات. صرح مدرب النادي الرياضي صفاقسي لإذاعة الديوان فام أنه فريق عاصمة الجنوب باش يدخل في تربص خارج صفاقس بداية من يوم 8 أوت، وباش يبرمج مباريات ودية مع فرق من الجزائر والسعودية خلال فترة التربص. اتعاقدت إدارة مستقبل سليمان مع اللاعب التونسي السويدي أمين الغزي لمدة 3 سنوات، وخلينا نذكروا أن الغزي يبلغ من العمر 24 عام ويشغل خطة ظهير أيمن. عالميا، فإنه رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد العرض المغري اللي كان قدمه له فريق سعودي بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون يورو. أكدت تقارير صحفية أن ليفاندوفسكي ودع زملائه في بايرن ميونخ، وأضافت أن تدريباته اللي كانت البارحة هي تعتبر الأخيرة قبل أن يسافر اليوم إلى برشلونة لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني. أعلن نادي مانشستر سيتي عن تمديد عقد جناحه الهجومي الجزائري رياض محرز لمدة موسمين إضافيين، وينتهي عقد الدولي الجزائري الجديد في جوان 2025. نقلبوا الاختصاص، نمشيوا لألعاب القوى، فإنه للأسف لم يتوفق الثنائي القيرواني التونسي أحمد الجزيري ومحمد أمين الجناوي في بلوغ نهائي سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وانحل الجزيري في المرتبة 26 في التصفيات بتوقيت 8 دقائق و28 ثانية، والمركز 18 كان من نصيب الجناوي بتوقيت 8 دقائق و22 ثانية. في أخبار الكرة الصفراء، فإنه أعلنت لعبة التنس والمصنفة الأولى عالميا سابقا ماريا شارابوفا أنها رزقت بطفلها الأول، وتبلغ شارابوفا من العمر 35 عام وهي حاملة للقب 5 البطولات الكبرى. نختم أخبارنا الرياضية بمعلومة صحية تعزز ممارسة الرياضة بالنوم بشكل أفضل وتحسن الحالة المزاجية، كما تتحكم التمارين الرياضية في الوزن، وتساعد الرياضة في حماية الجسم من عديد الأمراض أهمها الجلطات والتصلب الشرياني. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبارنا ديما متواصلة على سيت متاعنا www الحياة فام بوناي. تجمل تحية حسام الربحي وبقية متابعة طيبة لبرامج الحياة فام. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.